طب اتفه شيء بكيتي كرماله انكسر اظفري. لا لا هلا كل ما انا امي تحضني ودمع عيونها. بكيت قدامه ولا بكيت بينك وبين حالك؟ بيني وبين حالي. دلله ايه تي بر قلبي ايه. مرحبا، اليوم مقابلتنا مختلفة عن كل المقابلات، أكيد انتبهتوا من نبرة صوتي. المهم حنسأل العالم شو آخر سبب بكيو مشانه، إن شاء الله ما يكون حدا خسران شي شخص عزيز على قلبه. بدنا نسألهم عن أسباب خيانة، رسوب، خسروا شي شغلة، كذا. اكتبوا لنا أنتم بالتعليقات شو آخر سبب بكيتوا مشانه، ومين أكثر حدا هيك حسيتوا وتأثرتوا فيه، وشوفوا الحلقة، ما في داعي تعملوا لايك إذا بدكم. كيفة؟ هاي. هاي شو اسمك؟ روجينا. روجين؟ شو يعني روجين؟ الرمح القوي. الرمح القوي. انت رمح قوي ولا مو قوي؟ فيش عارف. قوي. هلا حنشوف. روجينا نسألك سؤال، شو آخر سبب كيتي كرماله؟ شفتي مالك رمح قوي؟ ضحكي. لا نسيت. لا انتو بتنسوا البنات أعوذ بالله. لا ما عن جد نسيان. طب قبل آخر شيء؟ قبل آخر شيء شكله آخر شيء ما بدك تحكي نفسه لآخر شيء. طب أتفه شيء بكيتي كرماله؟ كمان نفسه. أضحك في داخلي نار لكني أخفت المواجع. طبعاً شو بيتمحور هيك لمحيلي؟ أطفره؟ لا لا الحمد لله عم ربي. شو أضافره؟ ندر أنا يعني. كيتي شي مرة كرمال أضاف؟ إيه مرتين. مرتين كسروا؟ طب هن انكسروا غير مرات وما بكيتي مسكتي حالك؟ لا دائماً لما بينكسر ببكي. دائماً. طب ليش تبكي؟ يعني ركبي اطفر وخلص؟ لا ما بصير هذا ضفري يعني الطبيعي ما بصير ركب. شو اذا ضفري؟ لا ضفرك مو ابني. لا ابني هذا تربيهم كل شبر ابنك. ما صاروا شبر لحتى يكونوا نك. ليش بصيروا؟ ابو حميد جاي من السعوديه. لا انا من الكويت هو من السعوديه. مين عملي اكثر الكويت ولا السعوديه؟ انت مال امك مال امك انت. سنه هيك وسنه هيك يعني الحمد لله. تيو طبعا. شو اخر سبب بكيت مشانه؟ اخر سبب وقت جيت على سوريا من شهر ونص تقريبا. ايه والله كان لي رفيق يعني هو اعز من رفيق يعني نفس الاخ، فاجا ودعني هيك وبكى الحيوان وبكاني معه. عندك كلمه طيبه اقولها؟ انا عندك اشتغل صار. ورجعت انت يعني رحت ورجعت؟ لا انا جيت على العشام يعني مش شهر وقت اللي اجي اجا هو يعني على طول احنا مع بعض 24 ساعه. تمام. فبكى هو وشويه بكاني يعني دموع يعني هيك بكاني الحيوان. حبيبي يا ابو وليد وجه له رساله لابو وليد. خلاص يا ابو وليد ان شاء الله قربت شهر شهرين بكون عندك. هو بالكويت. ايه هو بالكويت. لا هو بالكويت. خلص يا زلمه هي نزله طلع نزله معه. لا هو متعودين ننزل مع بعض بس لاني انا نزلت تزوجت وهيك فهو عشان يضل بالشغل. يعني انت تجوزت من هون كبيت له مي بارده عشان هيك عم يبكي راحت رفقه العمر. ايه يعني شو لا لساته موجوده يعني لا بس عمر. بكره والله بيرن الجرس بقول لك المدام باي ابو وليد. لو مو المدام يعني شو انت مجوز؟ ايه مجوز صار لي شهر. مدامتك حتشو تشو يعني ها ها وشو تخرب. بدي اعمل حظر لكم من جواله. يا جبان وين يا زلمه شو قلبنا بدر عطيه يكون ابو شهاب لا تكون بدر بمزح معك اذا نهز الورد. الله يخليك عند الرفقه توب يعني الله يخلي لك يا وانت ابو شري. والله اخر شيء بكيت من شام اشتري جهز للسفر وزعلان والله اني بدي اسافر اترك الشام اترك البلد الحلو خليك عنا هات بس بورق انا بطلع بدال. الله يسلمك. شو هالها؟ انا والله خدمه ها مو جايني تسلم تسلم والله كبير كفو والله. انا من جيت على الشام وانا ادور لك سبحان الله اشوفك على الفيس الله يخليك. ودعت رفيقتي. ودا سافرت برا البلد؟ سافرت ايه. لوين؟ على تركيا. ودعتيها لانه هي سافرت مع شوفيها ولا لانه نفسك تطلعي معها؟ لا لانه سافرت مع شوفها. انت؟ بصراحه انا اخر سبب بكيت فيه كانت اختي مسافره اي على لبنان فسافرت. اليوم اغلب العالم سافر لانه حدا سافر. لا هي اختي مثل انتيمتي يعني كثير يعني مو هي انتيمتي. لا هي بس نوضح. لا هي فتنة. بس قربه. هي فتنه صارت. لا والله انت اختك انتيمتي. اختي انتيمتي فمسافرت يعني لهلا انا ببكي عليها بصراحه. ما طلعي بتزوريها؟ لا اخر زياره من سنتين. هي ولا انت؟ انا. بس قريبه لبنان. قريبه بس يعني لما في طلعات يعني صارت صعبه شوي. هي بس لانه ما شاء الله بتنحل وبتطلعي وبتجي وبتزبطوا. الله يسلمك يا رب. بكيت كرماله اخر شيء؟ يعني شو كان السبب؟ حزينيه اليوم الحلقه والله. بده يفل بعد يومين. يسافر. كنت يعني كنت ببريطانيا ولا؟ لا يعني اي كنت ببريطانيا جيت وراجع. قديه صار لك قاعد هون؟ شهر تقريبا. شهر. زياره نازل.
انت معه ولا لا؟ نحن تزوجنا وبده يفل يعني. متزوجين جديد؟ ايه جديد. تنقي عليه تطلعي ولا؟ اي بلا. كل يوم الله وكيلك. بكيت قدامه ولا بكيت بينك وبين حالك؟ بيني وبين حالي. بس خبرت. قدامه ما بستارجي بكي والله. يلا ان شاء الله بتروح وبتلحق هي بالسلامة. حبيب قلبي. ليليان سؤال، شو آخر شغلة بكيتي مشانها؟ انكسر أظفري. بلا صرتي تبكي لأنه انكسر أظفري؟ بس أنت لما تكون مثلا عم تربي شيء وفجأة يروح. شو ابنك هو أطفى؟ يعني هذا بيسموه عن الشباب بضاعة مخلوفة، يعني دائما وقت بنحلقها بنقول بضاعة مخلوفة إنه بترجع بتطلع. طيب ليش بتبكوا عليها؟ إنه شي ربيته وطق أطفر، مو بني آدم. إيه برجع بطول فإنه عادي. طب ما في شغلات أكبر هيك بكيتي عليها ولا بس أظافرك كذا؟ لا ما بكي على شي يعني ما في شي مستاهل. بس أطفرك. إيه. كيفها؟ تمام. شو اسمها؟ فرح. فرح، فرح جاي من وين؟ من السويد؟ إيه. هلا أنت كنت بالسويد وجيت لهون؟ لا أنا ساكن بالسويد، كنت بالمالكية قامش لي وجاي بس هلا هون ثلاث أربع أيام وطالع على السويد. على السويد؟ إيه. يعني كل السنة بالسويد؟ إيه. خدنا معك يرحم بيا. تفضل. خيو شو آخر شيء بكيت كرماله؟ هلا هو ما بكي كثير بس من يوم اللي ودعت أهلي آخر مرة بكيت. ودعنا بال قامشلي. مالكية بعد القامشلي. يوم الوداع. الحب ضاع. يوم الوداع. الحب ضاع. بس رجع شفتهم بخير وسلام إذا الله راد. لا يعني أنا كل سنة جاي إن شاء الله السنة الجاي راجع كمان. أي آخر شغلة بكيت كرماله من 2010؟ من آخر شغلة نحن. يعني آخر شغلة إنه آخر شغلة لا من يومين ثلاثة. إيه شو هي؟ إنه اختلق لما ودعت أهلي بس غير شيء. من يومين ثلاثة. إيه فكرت أول مرة. لا لا هلا كل ما أنا أمي تحضني ودم عيونها يعني إيه دم عيوني. كل ما بتسافر بصير هالموضوع. بصير مناحة. كل سنة. خود أهلك لعنده. ما بيجوا أبوي أمي ما بيجوا. ما بيجوا. أنا بدنا ناجي. إذا الله راد السنة الجاية راجعين. بدك تستقرهم. إذا الله راد. إن شاء الله هيك موفق. شو شغل بسوي؟ كان عندي مطعم. ولا وبسوريا عنا مطعم كمان. حلو. بس هلا عندي هيك مثل نشتغل مع المعاقين ذوي الاحتياجات خاصة. ايوه بالضبط. هاي الكلمة افضل. تمام. بدك تستقر السنة الجاية بسوريا؟ اذا الله راد. تعطيني جواز سفرك تستقر انت بسوريا؟ شو رايك؟ مشكلة تكون عينك حبيبي. هاي انا سجلت لها على الكاميرا. لا برنامج كن كثير عم يحضروا العالم. بخير روحها. كلك زوق. الله يخليك. على عيني. هلا كيفك؟ تمام. شو اسمك؟ نانسي. وانت شو اسمك؟ محمد. اخوكي؟ ايه. الله يخلي لك اياه. شو اخر شيء بكيتي كرماله؟ هلا انا بصراحه عطل ببكي يعني. طيب اخر شيء؟ اخر شيء يعني كنت بس ندموع فرح يعني نجح هي ايه. البكالوريا اخوكي؟ ايه اكيد ثاني يعني. شمع مش مو منيح ولا؟ طب يعني مش مو. طب يا سلام شطور اخوكي. نين؟ نيني بتعرف انا. صرتي تبكي فرح؟ ايه. انت جامعه ولا شو؟ انا لا 11. 11 ان شاء الله هيك تبكي فرح السنه الجايه. الله يا رب. سلام. انت كيفك؟ منيح. شو اسمك؟ محمد. شو اخر شغله بكيت كرمالها؟ هلا كان انا. ايه. بدي اجيب له هدية ما كان يلاقي. شو الهدية؟ تعال شو صير فيه اول شيء؟ ايه. نطلع مشاوير؟ ايه. مرة انا اصور مرة انت شو رأيك؟ ايه. قد عمرها؟ عشر سنين. العمر كله. شو اخر شغلة بكيت كرمالها؟ هلا قلت كنت عم تبكي من شوي. ايه لاني ما يعني ما لقيت هدية. ما عم لاقي هدية. هدية لمين؟ لاخي اللي نجح بكالوريا. نجح بكالوريا. انت شو حاطت ببالك تجيب له؟ ما بعرف بدي اجيب له يعني هي سماعة الدكتور. ايه. ايه بس ما عم لاقي. ايه بالحلبوني بتلاقي. ليش جاي تدور هون؟ بتعرف هالحلبوني؟ ايه علونا انه على اساس في هون محلات ما لقيناه. لا بالحلبوني. هاي حلينا لك قصتك. بكره بتروح بتجيب له غيره استا. بس حدا قال لك قبلي نكربوه؟ لا ما بيقولوا لك نكربوه؟ بلا بخنسمين الخروف. يلا يعطيكم العافيه. اخر سبب؟ ايه كان بدي بيتزا مع بطاطا اعطوني اياها بالبطاطا. يا ضنايا والله شو الكون ظالمين. والله لا هوني اخذوا مع بطاطا. هني اخذوا مع بطاطا. اخذوا مع بطاطا واعطوك لك بدون. ايه ما بعرف ليش كيف يعملوا هيك. سال هي من النظاره. من النظاره والثانيه اللي بجنبها من النظاره. الثانيه اللي جنبها من النظاره وهي اللي ماسكه الموبايل. والثالثه الثالثه ام مو نظاره. ايه واللي ماسكه المي. هي شغلانه بقى. كلهم مع بطاطا. كلكم مع بطاطا. انا بلا بطاطا. بهدليهم بهدليهم كلاب. صرتي تبكي عن جد؟ ايه والله من كل قلبي. كرمال البطاطا. مشان كرمال البطاطا. طب ما بتطعموها بطاطا؟ لا لانه هي اغلى. لانه اغلى؟ ايه والله. شو اسمك؟ جودي. جودي فصليني؟ فصليني. شو يعني جودي فصليني؟ انت جودي فصليني؟ ما بعرف. على اسمي؟ هلا انا بعرف معنى اسمي. شو يعني؟ سفينة. سفينة. وجبل.
شو يا سفينة يا شباب؟ لا هي انه وقفت على جودي انه ايه هيك يعني معناتها. جودي هو الجبل مو السفينة. ولا السفينة واقفة على الجبل؟ لا السفينة واقفة على الجبل. السلام على الذكاء. عمرك شفتي سفينة واقفة على الجبل؟ هلا غير بدك يعني خلص. جودي سؤال، شو آخر شيء بكيتي كرماله؟ آخر شيء بكيت كرماله اليوم. شو؟ لأنه ما كانت أختي ترضى تطلعني اليوم مشوار. أختك أكبر مني؟ إيه. قد عمرها؟ عمرها 23. ظالمة؟ كثير كثير كثير. ما تطلعي بدونه؟ ما عندك رفقات؟ لا ما بحب اني اطلع مع رفقات كثير. ليه؟ ما بحبهم. ما بتحبي رفقات؟ لا يعني بتحبي؟ غليظين كثير 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 لدرجة. ليش رفقاتك لك؟ لا يعني هيك يعني ايه خلص. طب شو حيحكوا رفقاتك بس يشوفوكي؟ عادي. لا 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 لا, لا انا حاكل قتله وحيبزقوا علي بس انه خلص عادي يعني بدك تعود. جيتي هيك من قلب يعني لحتى طلعت؟ لا لا عم قلها من شان الله خليني اني اطلع. وين اختك؟ حتى بالمقابله ما طلعت. هذا اخي عم تحكي عليكم ها؟ انا ما بدي اعلق حدا بحدا بس يعني لازم خبرهم بدهم يشوفوا الحلقه. عادي. شو اخر سبب كيتي كرماله؟ سفر اخي. ايما 25/8. قديش اصغر منك ولا اكبر منك؟ اكبر مني. اكبر مني. مدلله؟ ايه كثير. يا خلي حن علي يا فراق قلبي موجوع اسمي منه بايدي. وين سافر؟ اربيل. اربيل اول مره بيسافر؟ اول مره. ايه بس بكره بدللك هدايا وما اكثر اكثر. ايه طبعا. في عنده اخت غيره؟ ايه نحن ثلاث بنات. ايه يعني مو كثير دلال شوي. ايه بس لانه انا يعني غير. طب هو بكي ولا بس انت؟ لا اكيد بكي على افراق. ايه اكيد فرحان. مو افراقهم انه سافر. ايه انه سافر اكيد وبكي انه يعني تركنا. على الفراق بكي زعل بس انه سافر. ايه لا مبسوط كثير. مبسوط. ايه وانت؟ ما انا خطيبي. ليه؟ ما اسباب هيك يعني. انت بخطيبك بكيتوا سوا؟ لا يعني تخانقنا انا وانا بكيت. تخانقتي مع خطيبك؟ ايوه. بكاك؟ ايه لا مو بكاك بس انه انا هيك. انت بكيتي مشي الحال صالح؟ ايه مشي الحال. خلص يعني انفدت البكوه هلا. يلا ان شاء الله ما ببكيكي مره ثانيه. ان شاء الله. شو اخر شغله بكيت كرمالها؟ 1 minute 37 seconds later. مشكلة. شو هي المشكلة؟ اجا بوكس على عيني عم دمعت. دمعي مو عم تبكي من البوكس؟ لا وحش يا اخي رجال انت. ما بكيت. مشكلة حقيقية ولا مشكلة مزح؟ لا مزح بيننا وبين اصحابنا بس هيك فاتت اصبعته يخزي العين شو طويلة فشت لي عيني. شعر بدني. مانك شايف عيوني حمار؟ عم جعوه؟ لا ما مشاو. بس صيروا خضر بقول لك انه يوم يا عمي بيمشي السير يا ليه صلى القصه؟ ما هلا مشي نص ساعه كنا قاعدين بالحديقه. اه من هلا هي. اه طب غمض هيك لشوف. لا طلع هي. غمض هي. ليش هدول ثلاثه؟ ها نظرك ما فيه شيء. لا على كيفك شغاله شغاله. وهيك كانت حلقتنا لليوم. شفتوا للاسف اغلب العالم عم بتودع عالم بتحبها فلهيك عم بيكونوا عم يبكوا. فعلا عم تبكي على شغلات هيك ناخذه مثل ام البطاطا مثلا. هاي ام البطاطا هلا بدي اجيب لك بطاطا على حسابي. طيب هلا بدي اجيب لك. هلا في فطاير هون بيمشي الحال. جيب لك فطاير فورا. اسمع صورني صوروا عيدوا. جيب لك فطاير بدل البطاطا بيمشي. والله بلاش فورا. شو بدك اياها؟ شو بدي اياها؟ شو بدك تعطيني؟ ما فهمت انت. قولي لي شو مو بدك. بدي شاورما بدل رايي. لك بعيد محل الشاورما هون في فطاير. طب طعميني بوزه. بوزه؟ ايه اكلت بوزه بس مش بعد. وين محلات بوزه بعا؟ ليك عندك عندك جاجني وعندك هون بدل رايي بدنا اقعد. مالي مصلحه خلص خليكي عم تبكي. شكرا بدي خلاص بدي اطلع. اعملوا لنا لايك تعليق حلو مثلكم واكتبوا لنا ليش بكيتوا اخر سبب. باي.